صباح الخير. احنا النهاردة 22/11/2021 بنصور 4:30 بوادي نطرون على الطريق الأسفلت مباشر. تبعد من الصحراوي 10 دقائق بالعربية، صحراوي مصر اسكندرية، ودي الفيلا اللي في المزرعة. الدور الأول بدرون، ودور تاني، ودور تالت. المزرعة متصورة كلها، الجزء ده معمول رشاشات، وده عنبر فراخ بيشيل 3000، وده عنبر تاني جنبيهم بيشيل 3000، يعني فيها عنبرين، ده عنبر وده عنبر، العنبر يشيل 3000. أرض معمولة شبكة رشاشات، الأرض مميزة جدا في وادي النطرون. وفي جزء مزروع بدنجال، ودي الزراعة اللي جنب منك الجار، مانجا وجوافة. وبالنسبة للمية 300 في المليون، ملوحة المية 300 في المليون. بالنسبة للأرض تربتها جيدة جدا، تصلح فيها جميع الزراعات. الأرض كلها متصورة، ودي مزروعة بدنجال، العمال هم بيجمعوا في البدنجال. بسم الله ما شاء الله محصول، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحبها. وأرض موقع كويس جدا، فيها محول كهرباء 50 خاص بيها، 4:30، فيها عنبرين فراخ مجهزين، العنبر يشيل 3000 فرخة، محول 50 خاص بالأرض. الأرض في مكان مميز جدا بوادي نطرون. ده البدرون بتاع الفيلا، عامل أوض، مخازن، ده مخزن، ودي أوضة تاني مخزن كان مربي فيها طيور. وده مطبخ، ده حمام، معلش مخزن، ده حمام،
وده مطبخ ودي أوضة تانية مقفولة. ده البدرون اللي تحت دي الأرض من فوق. الزراعة اللي جنبيها اهي. ده السطوح بتاع الفيلا. وده البدنجال. واللي هناك البوابة السمراء بتاعة المزرعة. ودي المانجا الجار. وده السطوح. الأرض في مكان مميز جدا بوادي نطرون. الأرض أربع فادين. الأرض أربع فادين ونص. أرض عليها قسطين للدولة صاحبها يسلمها لك ملك خالص الثمن ما عليهاش اي جنيه. ده البدنجال وده المحصول. بسم الله ما شاء الله. بيجمعوا واخدين اول وش اهو. تربة جيدة جدا. الارض اربع فادين ونص. هسلمك الارض ملك خالص ما عليهاش اي جنيه للدولة. عليها قسطين هسلمهم لك. ارض خالص ما عليهاش اي جنيه. هيتنزل لك في الشهر العقاري. الأرض مطلوب فيها 4.5 مليون. مطلوب في الأرض 4.5 مليون. شكرا. مين صار معي عادي طيب؟ سوري يا عمو. لا 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 لا